مساء الخير. مؤكد ان كل المصريين عاشوا امبارح ليله حزينه بعد ما فشل المنتخب الوطني في الفوز ببطاقه التاهل لبطوله كاس العالم اللي هتقام في قطر. ده شعور طبيعي بيكون عند كل الناس، كل الجماهير، سواء جماهير المنتخب او جماهير الانديه لما بيحصل اخفاق في تحقيق الفوز. لكن الأسوأ من ده ان هذا الشعور، شعور الحزن، يتحول الى احباط ويأس. عشان كده نتساءل، هل يمكن استثمار اللحظة حتى لو كانت لحظة فشل؟ لأنه أصعب شيء في الدنيا هو أنك أنت تستسلم للفشل أو للخسارة. بس هو السؤال، هل يمكن استثمار الفشل ده؟ سؤال محوري وسؤال مهم جدا. الحقيقة أنه أي نجاح في الدنيا بيكون جاي بعد فشل أو بعد مرحلة إخفاق أو سكون أو سمها ما تشاء. يعني هتلاقي عناوين واضحة وصريحة عند بتوع يعني متخصصين في الطب النفسي والتنمية البشرية. العناوين دي كلها بتتكلم عن استثمار الفشل. وأنا يعني بعيد المصطلح تاني، استثمار الفشل. طب احنا محتاجين ايه في هذا الموضوع؟ احنا محتاجين في موضوع المنتخب يعني نخرج من دايرة نشيل مدرب ونجيب مدرب. هذه الدايرة اللي هي واضح انها أزمة من أيام ثلاثي أضواء المسرح لما غنوا الأغنية الشهيرة شالوا ألدو وجابوا شاهين في ستينيات القرن الماضي، لسه إحنا النهاردة في 2021 لسه بنشيل ألدو وبنحط شاهين، ولكن طبعا مع تغيير الأسماء. نتساءل ده تشال ليه وده جا ليه، وبالأساس إحنا لازم يعني نسأل نفسنا، هل بنسأل نفسنا إحنا عاوزين إيه من هذا المدرب سواء ألدو ولا شاهين؟ هل قبل ما نجيب المدرب بيكون عندنا رؤية واضحة لشكل وفلسفة لعب المنتخب المصري؟ أغرب حاجة ممكن تقابلك إنك بتهتم بفريق كرة القدم، يعني المنتخب الأول اللي هو كان بيلعب امبارح، وتجيب له مدرب كبير تدفع له فلوس كتير وتتخيل إنك جايب ساحر، جايب حد عنده كده عصاية سحرية أو عصا موسى زي ما بيسموها. الموضوع في الأساس له علاقة بالناشئين. هل نحن نهتم بالناشئين بشكل جيد؟ هل نضع لهم خطط واضحة تعلمهم أصول الكرة وتعدهم لكي يكونوا لاعبين محترفين في المستقبل؟ على أي أساس بنختار لاعبي المنتخب؟ وعلى أي أساس بنعد العدة علشان يكون عندنا فعلا منتخب كرة قدم حقيقي؟ على كل حال دي كلها أسئلة هطرحها على ضيوفي النهاردة في الفقرة الرئيسية اللي هنتحاول ان احنا نتكلم فيها عن اللي حصل امبارح، عن منتخب كرة القدم وما بعد الإخفاق في الفوز ببطاقة التأهل لكأس العالم في قطر. أما في المحطة الأولى في أخبارنا هيكون لنا وقفة مع اللقاءات العديدة والنشاط الدبلوماسي الكبير اللي قام به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية، وآخرها النهاردة القمة التي جمعته مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني. أيضا هيكون لنا وقفة مع التغذية في رمضان والسؤال الأهم، هل رمضان هذا الشهر المبارك فرصة لإنقاص الوزن ولا زيادته؟ وأخيرا هنتكلم عن الأزمة الروسية الغربية وتطوراتها وملف الغاز الحائر والدائر بين بوتين وأوروبا. زي ما قلنا لحضراتكم النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر، وطبعا على جدول مباحثات الفريق البرهان مع الرئيس السيسي العديد من الملفات، أهمها ملفين اثنين، ملف سد النهضة وملف الجارة والشقيقة ليبيا. الفريق البرهان بيعمل جولة خارجية، يعني مصر هي إحدى المحطات في هذه الجولة الخارجية اللي قادته إلى السعودية والإمارات جنوب السودان وأوغندا. وطبعا صدر بيان مصري سوداني مشترك عقب القمة
التي جمعت الزعيمين. في عجالة كان هناك تركيز فيما يتعلق بالموضوع الليبي والأزمة الليبية، ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ودعم التوصل لحل سياسي ليبي، يعني دون تدخل طرف خارجي. وطبعا كان هناك يعني اتفاق يعني كبير جدا على مسألة ضرورة خروج القوات الأجنبية وقوات المرتزقة من الأراضي الليبية. أيضا الملف الثاني والهو الأهم والمهم يعني سد النهضة. سد النهضة هو يعني أخذ جانبا كبيرا في المباحثات بين الزعيمين، ضرورة التوصل لاتفاق عادل ومنصف حول طريقة ملء وزمن ملء وتشغيل سد النهضة. وطبعا هناك طبعا مغزى كبير في هذه النقطة عندما يجتمع زعيما مصر والسودان ويتحدثان بلغة واحدة حول هذا الموضوع، هي رسالة إلى الجانب الإثيوبي تقول بأنه المواقف المصرية السودانية مواقف واحدة نحو حل هذه الأزمة. طيب هروح للدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة عبر الهاتف. دكتور حسن مساء الخير يا فندم. مساء الخير دكتور عمرو، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك بألف خير. يعني لو انطلقنا من هذه القمة التي جمعت الرئيس السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني فريق البرهان، قراءتك لها ومغزى هذه الزيارة في هذا الوقت بالذات؟ طبعا يمكن زي ما يعني حضرتك قلت كده في التقديم، السودان هي يعني دولة جوار مباشر بالنسبة لمصر، وبالتالي ما يحدث في السودان أو ما يحدث في مصر يؤثر على البلد الآخر، ومن هنا بتأتي أهمية اللقاءات اللي بيعقدها الرئيس السيسي مع القيادة السودانية، وتحديدا حينما استضاف اليوم يعني الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، لأنه كما تعلم هناك العديد من التحديات سواء في يعني المنطقة ككل، وزي ما أشرت لقضيتين رئيسيتين، سواء منها ما تعلق بسد النهضة ومنها ما تعلق بدولة جوار أخرى مباشر وهي ليبيا. يمكن بالنسبة لملف سد النهضة الحقيقة دكتور عمرو كان الأمر واضحا تماما، وكانت رسالة قوية جدا بأنه الكرة الآن في ملعب إثيوبيا، لأنه نص البيان كما تعلم حين خرج من الرئاسة المصرية بيقول أن هناك تطابق في وجهات النظر بين مصر وبين السودان حول ضرورة التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف وملزم فيما يتعلق بإدارة وتشغيل سد النهضة، اللي هي الرؤية المصرية اللي طالما يكررها الرئيس السيسي بفكرة التنمية للجميع. مصر لا تعترض على استفادة إثيوبيا ولا على تنمية إثيوبيا، وإنما هي تحافظ على حقها في الوجود، لأنه الأمن المائي المصري هو قضية وجود بامتياز، وهذا ما أكده يمكن الفريق البرهان خلال لقائه بالرئيس السيسي، وتقارب أو تطابق وجهات النظر بين الزعيمين أعتقد أنه يعني يمثل زخم كبير لهذه لهذا الملف اللي ما زال معلقا في ظل المساومات والتسويف الإثيوبي. نعم. يمكن الملف الثاني اللي له أهمية كبيرة كما أشرت حضرتك وجاء في البيان أنه بيتعلق بالأوضاع في ليبيا. نعم. الأوضاع في ليبيا طبعا هي يعني تمس بصورة مباشرة يعني مصر، وتمس بصورة مباشرة أيضا السودان، واستقرار ليبيا يمثل دعم للأمن القومي المصري والأمن القومي السوداني، واستعادة الدولة الوطنية أيضا في ليبيا وفق الرؤية المصرية. لا تنسى دكتور عمرو أن مصر يعني بذلت جهودا مضنية وصدر عنها إعلان القاهرة، وشاركت في مؤتمري برلين 1 وبرلين 2، ودعمت حتى المكونات السياسية الموجودة صحيح داخل ليبيا بأكثر من جهد للتوصل إلى توافق ليبي. وهنا أنا أشدد الحقيقة على فكرة الرؤية المصرية، مصر لا تتدخل في ليبيا ولا تتدخل في الشأن الليبي دكتور عمرو، وإنما هي تأتي استجابة حتى لنداءات القيادات الليبية، هي التي تطلب دائما الدعم المصري والمساندة المصرية. يمكن دائما حجر الزاوية في استقرار ليبيا هو ضرورة خروج الميليشيات الأجنبية صاحبة المصلحة، ضرورة خروج المرتزقة والبحث عن خارطة سياسية، ولعلك تعلم أن مصر شاركت في وضع هذه الخارطة السياسية بإجراء انتخابات ووضع دستور. صحيح، ويمكن هذه النقطة تحديدا كانت مثار بحث أمس دكتور حسن عندما التقى أيضا واستقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المجلس الرئاسي الليبي
السيد محمد المنافي، كان هناك اتفاق على من أجل العمل على ضمان عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. لكن أريد أن أسألك يعني انطلاقا من هذه النقطة، استقبال الرئيس لرئيس المجلس الليبي، أيضا كانت هناك أيام الماضية حافلة بالنشاط الرئاسي عدا هذا اللقاء الذي جمع الرئيس مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، كان هناك لقاء أيضا مع وزير الخارجية القطري الذي يزور مصر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. وأيضا يعني لو عدنا إلى الوراء قليلا يوم الجمعة الماضية عندما اجتمع الرئيس السيسي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مدينة العقبة الأردنية، كيف أي يعني في أي سياق تضع كل هذه النشاطات الرئاسية دكتور حسن؟ الحقيقة يعني أنا هاخد من كلام حضرتك أنه مصر كانت حاضرة في كل هذه اللقاءات يا دكتور عمرو، سواء كان ما يتعلق بالسودان أو يتعلق بليبيا أو يتعلق بقطر أو يتعلق بقمة العقبة اللي استضافتها المملكة الأردنية الهاشمية. وبالتالي نستطيع أن ننظر إلى هذا الأمر عبر عدة مستويات. المستوى الأول أنه مصر الحاضرة بقوة في كافة الملفات هي نقطة التوازن الحقيقي في المنطقة، وهي التي تستطيع أن تقود العمل العربي المشترك طبعا بالتعاون مع أشقائها سواء الإمارات أو السعودية أو العراق أو الأردن، ولكن مصر هي قائدة العمل العربي للمستوى الثاني بقى، اللي هو فكرة أن هناك تحديات حقيقية تواجه الأمن القومي العربي، وأن هناك أطرافا إقليمية تسعى بالتأكيد لإثارة التوتر وتأليب الأمور هنا أو هناك. وبالتالي كان لابد من البحث عن تعاون مصري عربي مشترك لضمان الأمن القومي العربي. يمكن ده تأكد خلال قمة العقبة كما تعلم، وتأكد أيضا خلال لقاء الرئيس السيسي مع وزير خارجية قطر حين أشار أنه الأمن أمن الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن المصري، وهو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وبالتالي أمن الخليج هو خط أحمر. أعتقد أنه هذه اللقاءات جميعا هي رسالة قوية بأن عصر التضامن العربي لابد أن يبدأ، وأنه لابد من مواجهة تحديات سواء على المستوى الإقليمي في المنطقة العربية أو حتى تأثيرات الصراعات الدولية. كما تعلم أنه الصراع بين روسيا وبين الغرب ترك تأثيراته سواء في مجال إمدادات الطاقة أو في مجال الأمن الغذائي، وهما يدفع الدول العربية وهي متأثرة بالتأكيد بتداعيات هذا الصراع للبحث عن سبل ومسارات أخرى، إما لتهدئة هذا الصراع والتواصل إلى تسويات أو الحد من تأثيراته السلبية ووجود بدائل أخرى تحفظ لهذه الدول وجودها واستقرارها. أشكرك شكرا جزيلا دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة. في سياق اقتصادي للعلاقات المتنامية بين مصر وشقيقاتها العربيات، يمكن النهاردة المملكة العربية السعودية حسب وكالة الأنباء السعودية أعلنت تقديم وديعة مقدارها 5 مليار دولار للبنك المركزي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، ده زي ما قال بيان وكالة الأنباء السعودية لدعم اقتصاد مصر. أيضا أمس في خلال الزيارة اللي قام بها وزير الخارجية القطري وأيضا وزير المالية القطري واستقبالهم من قبل السيد الرئيس وأيضا قبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تم الإعلان أو تم الاتفاق على ضخ استثمارات قطرية في مصر بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. معايا على تليفون الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي أو عبر زوم. معايا دكتور علي الإدريسي، مساء الخير ولا عبر التليفون؟ والله كاتب لي زوم يا جماعة. ماشي الدكتور علي الإدريسي مساء الخير أولا. مساء على حضرتك وكل سنة حضرتك طيب وحضرتك بألف خير. دكتور علي، يعني تعليقك وتقييمك لهاتين الخطوتين، وديعة سعودية بقيمة 5 مليار دولار في البنك المركزي المصري وأيضا الاتفاق على استثمارات قطرية مقدارها 5 مليار دولار أيضا. خلينا نقول طبعا الجزء المهم جدا هو التوقيت الخاص بي سواء بالنسبة للوديعة أو بالنسبة للاستثمارات.
وده جزء مهم جدا لانه هيقدر ان هو يساهم بشكل واضح في تعزيز صرف الجنيه المصري امام العملات الاجنبيه، هيفرق بشكل واضح وبالاخص في الفتره الراهنه بعد الاجراء الخاص بتخفيض سعر صرف الجنيه امام العملات، وبالتالي مع زياده الطلب على الجنيه ضخ عمله اجنبيه داخل الاقتصاد اكيد ده هيفرق بشكل واضح على سعر الصرف. لكن النقطة الثانية اللي حابب أكد عليها بالنسبة للجزء الخاص بالاستثمارات القطرية، يمكن في الوقت الراهن مع الإجراء الخاص بتخفيض سعر الصرف أكيد فرصة مناسبة جدا للاستثمارات الأجنبية إن هي تدخل للاقتصاد المصري نتيجة خطوات كتيرة، جزء منها أكيد سعر الصرف اللي تم تخفيضه وأجزاء أخرى مرتبطة بتهيئة مناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي بالرغم من وجود عديد من الصدمات الاقتصادية على مستوى العالم، وهي فرصة جيدة جدا للاستثمارات الأجنبية والعربية إن هي تبتدي تبقى موجودة بشكل أكبر خلال الفترة الراهنة سواء كانت استثمارات مباشرة أو استثمارات غير مباشرة. بالنسبة للجانب السعودي يمكن إحنا يعني تعودنا وشفنا يمكن الدعم السعودي للاقتصاد المصري في عديد من المواقف، ولكن في الوقت الراهن احنا شفنا كمان ان هناك ضخ ل 5 مليار دولار كوديعه في البنك المركزي، كمان كان في يمكن وديعه كان انتهى او جاء تاريخ استحقاقها ويمكن تم تجديدها، وبالتالي احنا بنتحدث عن اكثر من حوالي 10 مليار دولار كودائع سعوديه لدى البنك المركزي، ودي يمكن كمان ثقه كبيره جدا في الجهاز المصرفي في مصر والاقتصاد المصري بشكل عام. خلينا نقول كمان ان دي باذن الله كلها خطوات تكون بدايه كمان لخطوات اكبر، لان احنا كمان شايفين اهتمام من جانب برضه عديد من الدول الاوروبيه، احنا شفنا يمكن فرنسا وكان هناك حديث عن عديد من المشاريع المشتركه. الجانب الاماراتي ايضا كان ابدى استعداده للعديد من الاتفاقات، وبالتالي دي كلها اكيد خطوات بتصب في صالح الاقتصاد المصري وبتقدر ان هي تعزز بشكل واضح من مصادر النقد الاجنبي للاقتصاد. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي. طيب نروح للازمه الروسيه الغربيه واخر التطورات. طبعا احنا متابعين يعني ما يحدث على الساحه الاوكرانيه، لكن يمكن الحديث النهارده كان بيتناول الشق الاقتصادي اكثر من الشق الميداني والعسكري، يعني فيما يتعلق بالطلب الروسي من الدول الغربيه التي تصفها موسكو بانها غير صديقه، دول غير صديقه، طلب الروسي بان تدفع هذه الدول سعر او ثمن الغاز الذي تستقبله من روسيا بالعمله الروسيه اي بالروبل. طبعا كان هناك يعني رفض معلن من قبل معظم القاده الاوروبيين المعنيين يعني، لكن يبدو انه يعني في هذه المساله انه بتحدث تطورات، لانه النهارده مثلا الجانب الالماني بيقول انه بوتين ابلغ شولتز ابلغ المستشار الالماني انه تسديد الغاز باليورو لا يزال ممكنا. دي برضو نقطه عايزين نتوقف عندها. وبوتين ايضا بيقول انه تسديد ثمن الغاز بالروبل يجب ألا يؤثر سلبا على العقود المبرمة مع الأوروبيين، وأنه تسديد الاتحاد الأوروبي لثمن الغاز بالروبل سيتم تدريجيا. لو حطينا الثلاث يعني نقاط اللي احنا قلناهم ده قد يكون هناك ربما إما مناورة روسية أو تراجع روسي في هذه النقطة التي يعني أكد عليها بوتين قبل أيام. عموما معايا سكايب يا جماعه ولا تليفون؟ سكايب ماشي. معايا عبر سكايب دكتور مسلم شعيتو رئيس المركز الثقافي الروسي العربي من سان بطرسبورغ. مساء الخير دكتور مسلم. طب انا صوت الدكتور مسلم مش سامعه. طيب لغايه لما يجي لنا صوت الدكتور مسلم شعيتو عايز اقول لحضراتكم انه اسعار الغاز النهارده في اوروبا مثلا تجاوزت 1340 دولار لكل 1000 متر مكعب. ألمانيا نفسها بتقول إنها ستفعل خطة طارئة لكي
تواجه أزمة الغاز، وبتقول للناس يعني بتقول للمواطنين الألماني يا جماعة يبتدوا وفروا في الطاقة، اللي يعني بيستخدم مثلا اللي بيستهلك قد كده يعني كم متر مكعب من الغاز، لا خليه يستهلك نص هذه الكمية. وألمانيا أيضا بتقول إن احنا اتخذنا خطوات أولى مهمة للتحرر من قبضة المستوردات الروسية، وإن هناك توقعات بانخفاض واردات النفط الروسي. احنا كنا نتكلم دلوقتي على الغاز، نتكلم عن النفط، إنه توقعات بانخفاض واردات النفط الروسي للنصف بحلول النصف العام، النصف الثاني من هذا العام. ألمانيا أيضا وهي ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا بتقول إنه مخازن الغاز عندنا مملوءة حاليا بحوالي 25% من طاقتها. ده يعني الكلام اللي بيدور حوالين موضوع الغاز والحرب الاقتصادية الدائرة ما بين موسكو والعواصم الغربية. لكن هناك أيضا فيما يتعلق بالاقتصاد، فيما يتعلق بالسياسة والميدان، أيضا وزيرة الخارجية الألمانية بتقول إنه ألمانيا مستعدة لمنح أوكرانيا الضمانات الأمنية بعد نهاية الحرب. دكتور مسلم رجع لي تاني، مساء الخير دكتور مسلم. طيب برضو لسه صوت الدكتور مسلم ما جاليش، لكن كنت عايزة برضو أكمل في موضوع السياسة. يعني بولندا النهاردة بتقول إنه روسيا بتستعد لشن هجوم جديد على أوكرانيا، وكل المؤشرات ده حسب الجانب البولندي، كل المؤشرات تدل على إنه الحرب الدائرة حاليا هي حرب طويلة لن تنتهي بين يوم وليلة. ده بيحصل فيما يعني تصدر تصريحات من الجانب المفاوض الأوكراني، تصريحات تبدو يعني متفائلة إنه الجانبين اللي اجتمعوا في إسطنبول، الجانب الروسي والجانب الأوكراني، قد يتوصلا إلى تفاهمات. وكان في كلام كتير بيدور حوالين يعني تنازلات ستقدم من الجانب الأوكراني. مرة أخيرة يا رب تكون المرة الثالثة تبتة زي ما بيقولوا. دكتور مسلم مساء الخير، هل حضرتك سمعني؟ حضرتك سمعني يا دكتور مسلم؟ نعم أسمعك جيدا. تمام وأنا أسمعك الآن جيدا أخيرا، كما يقال بالروسي ناكانيتس أخيرا. طيب الدكتور يعني فيما يتعلق بالمسألة الاقتصادية والتصريحات الصادرة اليوم عن بوتين وعن الجانب الروسي، هل تعد تراجعا لأنه بوتين أبلغ شولتز بأنه تسديد الغاز باليورو لا يزال ممكنا؟ أولا هناك الكثير من الأقوال تنسب للقيادة الروسية ولرئيس بوتين. أعتقد يجب معرفة الحقيقة. عندما قرر الرئيس بوتين أو بالأحرى طلب من الحكومة تجهيز الملفات لإمكانية الدفع بالروبل، هو لم يحدد الوقت أولا إلا في نهاية هذا الشهر، ولكنه لم يقل كل المبلغ ولم يقل كل التبادلات التجارية. لا بس خلينا نتكلم بصراحة دكتور مسلم، دي تفاصيل يبدو أنه موسكو تحاول البحث عن يعني مبرر لتراجعها شوية في هذه النقطة. ليس هناك مبرر، هو قال أن تبدأ التجهيزات للدفع بالروبل. كيفية الدفع وكمية الدفع هو يعرف تماما أن الأمور لا تسير بهذه السرعة، ولذلك طلب من الحكومة أن تنجز تقريرا على أساسه يتخذ القرار. وبالتالي أعتقد أن روسيا عندما اتخذت التحويل إلى الروبل هي لن تتخذ هذا القرار من أجل المناورة السياسية. هناك خطة روسية واضحة أن أحادية القطب في العالم انتهت، ليست سياسية والأمنية والعسكرية وحتى الاقتصادية يجب أن تنتهي، وخاصة التبادل بالعملة الأمريكية الوحيدة التي تعتبر هي ما زالت موجودة منذ ما تم الاتفاق بعد الحرب العالمية الثانية، على أساس أنها مغطاة بالذهب ولكنها رفضت الولايات المتحدة سنة 1971. هو يقول أن أحادية العملة الأمريكية أيضا يجب أن تنتهي، ويجب أن يظهر في العالم بدائل وأقطاب أخرى ليست فقط سياسية إنما أيضا مالية
ويسعى الرئيس بوتين لتحويل الروبل أحد العملات المهمة للتداول الدولي. نعم الروبل لم يصل إلى ذلك، لكنها الخطوة الأولى السياسية التي اتخذها، التي ستساعد روسيا على اعتبار عملتها عملة تداول دولية. طب فيما يتعلق بالجانب جانب المفاوضات، يعني تصريحات متناقضة ربما تصدر عن الجانبين الروسي والأوكراني، يعني يعني لبلغ الدهشة أنه التصريحات المتفائلة تصدر عن كييف، عن الفريق المفاوض الأوكراني، والجانب الروسي يقول أنه لم يكن هناك إحراز لأي تقدم في هذه الجولة. يعني كان هناك لغطا كبيرا في ما حدث البارحة، حيث أن السيد ميدينسكي أعلن عن ورقة عمل المقدمة من الحكومة الأوكرانية، وللأمر المضحك أن هذه الورقة نشرت قبل يوم في الصحف البريطانية. هو تحدث عن هذه الورقة، فتصور الشعب الروسي أن هذا الموقف الروسي، وكان هناك رفض عارم شعبي سياسي لما قاله ميدينسكي. ويبدو أن وزير الخارجية السيد لافروف وضح الأمر تماما، ما هي شروط روسيا وشروط الأوكرانية لا تعنينا، رغم أنه حاول توضيحها ميدينسكي رئيس الوفد الروسي إلى المفاوضات. وبالتالي أصبحت واضحة تماما أن هذه الورقة المقدمة من أوكرانيا تسعى إلى الوصول إلى نص خطوة، يعني خطوة إلى الأمام باتجاه الحل، وخطوتان إلى الوراء باتجاه إطالة الأزمة. توافق على أن تكون دولة محايدة، لكن أن يكون هناك ضمانات، والضمانات من الناتو، فبالتالي يعني أصبحت في الناتو. نوافق على أن لا نناقش مسألة القرم، لكن بعد 15 عاما سنعيد نقاشها. كل هذه الشروط كانت من أجل المماطلة، وهذه المماطلة نعرف تماما من يقف وراءها، خاصة إذا عرفنا أن هذه الورقة كانت كتبت في بريطانيا، يعني كانت هي بأمر من الولايات. طيب هل أفهم منك دكتور بأنه روسيا ترفض تماما مسألة دخول دول من الناتو كأطراف ضامنة لأمن أوكرانيا بعد نهاية الحرب؟ حكما، وإلا ما معنى الحرب؟ ما معنى الحرب إذا كانت ستدخل أحد دول الناتو ضامنا؟ يعني دخلت الناتو إلى أوكرانيا، وبالتالي الحرب ليس لها معنى بالتالي. إذا واضح تمام الضمانات هي ضمانات روسية، ضمانات روسية بامتياز، كما ضمانات لفنلندا التي لا تدعو إلى ضمانات ناتو أو غيرها. ولكن ألا يصعب على الأوكرانيين يعني أن تكون روسيا التي يعني قامت بعملياتها العسكرية ضدهم هي الضامنة؟ ألا يصعب على روسيا ودنيسك ولوغانسك 8 سنوات من القصف الدائم، 13,000 قتيل ونصف مليون مهجر وتدمير المدينة حتى الآن، ألا يصعب على روسيا أن تقبل أن تكون أوكرانيا دولة بضمانة الأمم المتحدة، أو بالأحف بضمانة الولايات المتحدة والناتو، الذين أحدثوا الانقلاب في تلك الدولة الدموي ووصلوا بالجماعات المتشددة والنازية الجديدة؟ ولكن أنت تعلم دكتور بأنه أن كل حرب لابد أن تنتهي باتفاقية سلام، أي يعني كل الحروب انتهت هكذا أو معظمها، خلينا نقول يعني لابد من تقديم تنازلات من قبل كل طرف. يعني على ما تقول التقارير، يعني التقارير الغربية بالأساس، أنه الجيش الروسي لا يحقق التقدم الذي كان يحلم به في أوكرانيا. نحن الآن في الأسبوع الخامس للحرب، ويعني لم يحسم الجيش الروسي هذه الحرب، وكانت هناك يعني أنباء عن خسائر كبيرة في صفوفه. يعني من هذه النقطة، يعني هل ستتمسك روسيا بمطالبها الأساسية التي أعلنتها قبل الحرب، أم أن اتجاهات وسيناريوهات العملية العسكرية ربما ستجبرها على تقديم تنازلات؟ يعني كما قلت حضرتك، كما يقول الغرب، ومن قال أن الغرب يقول شيئا صحيحا، وخاصة في الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، هم يتوقعون أن الحرب التقليدية التي يمارسونها دائما بالتدمير، كما حصل في العراق وفي الموصل وفي الرقة وفي ليبيا، يتوقعون أن تمارس روسيا نفس العمل. روسيا أعلنت منذ البداية أن هذه الحرب لها أهداف محددة واضحة، هي إزالة العناصر المتشددة الإرهابية النازية،
هي منع أوكرانيا أن تكون في حلف الناتو، ولن تدخل المدن، لن تدخل المدن الأوكرانية، فقط من أجل طرد المجموعات المتشددة من أوكرانيا ومن القيادة العسكرية والسياسية. هذه العملية، هذه الأهداف المعلنة، وعلى لا. أساسها يمكن محاسبة روسيا إذا نجحت أو فشلت في العملية. فقط في منطقة دانييسك التي تعتبر هي امتداد لها مدينة ميروبول، حدثت هناك اشتباكات داخل المدينة، فقط في هذه المدينة، لأسباب الكل بدأ يعرفها، لأن لأهمية ميروبول ولعدم قدرة وصل ميروبول ودانييسك بالقرم الاستراتيجي بالنسبة للروسيين. أشكرك جزيل الشكر الدكتور مسلم شعيتو، رئيس المركز الثقافي الروسي العربي من سان بطرسبرغ في روسيا. النهاردة السيدة انتصار السيسي قرينة السيد الرئيس قامت بزيارة لغرفة عمليات الهلال الأحمر. قرينة السيد الرئيس قالت إنه رمز من رموز العمل المجتمعي العظيم في مصر، وأشادت بالجهود العظيمة والدور الإنساني الذي يلعبه هذا الكيان المهم في المجتمع الرسمي. أضافت السيدة انتصار السيسي: استمعت إلى عرض توضيحي لجميع أنشطة الهلال الأحمر وحجم الجهود التطوعية التي يقوم بها أفراده، فتحية فخر وتقدير لهذا الصرح العظيم وإسهاماته الفعالة جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية في الدولة. هناخد فاصل الآن، وبعد الفاصل هنتكلم عن مستقبل الرياضة وخاصة كرة القدم في مصر بعد الخروج المؤسف من تصفيات كأس العالم. انتظرونا. برحب بحضراتكم من جديد في رأي عام، وزي ما بدأنا هذه الحلقة بالحديث عن اللي حصل امبارح في السنغال، في العاصمة السنغالية دكار، خروج مؤسف للمنتخب الوطني وفشل في الحصول على بطاقة التأهل لأولمبياد قطر. احنا اتكلمنا انه المشاعر الحزينة شيء طبيعي، يعني شيء طبيعي انه الانسان يحزن لما المنتخب يخسر حاجة زي دي، بطولة أو تأهل لكأس العالم، زي ما بنحزن لما أنديتنا برضو بتخرج من بطولات. لكن المؤسف إن إحنا، يعني مش عايز أبالغ في الكلام وأقول إن إحنا الخطورة إن إحنا نستمر في هذا الشعور، بمعنى إن إحنا نتعود على هذه المسألة. ده يعني الشيء اللي أنا كنت عايز أركز عليه مع ضيوفي النهاردة. احنا يمكن تساءلنا في المقدمة عن استثمار الفشل، هل نقدر فعلا زي ما بيقولوا الدكاترة النفسيين وزي ما بيقولوا مدربوا الصحة النفسية والمهارات، ان احنا نستثمر فشلنا ده، ان احنا نحول هذا الفشل في يوم من الايام الى نجاح؟ ماذا جرى للمنتخب امس؟ وتقييم ضيوفي للمباراة، وهنتكلم برضو عن الأحداث المؤسفة اللي حصلت، توجيه أشعة الليزر على اللاعبين من ساعة ما دخلوا الملعب لغاية لما خرجوا، التصرفات الهمجية التي صدرت من جماهير السنغال للأسف. يعني احنا استقبلناهم هنا استقبال أكثر من رائع، كانت جماهيرنا تتعامل معهم بشكل متحضر جدا. الحاجات اللي حصلت امبارح دي لما ضربوا ازايز المايه المليانه محمد الشناوي، ولما حاولوا الاعتداء على محمد صلاح بعد ما خلصت المباراه، طب انتوا عملتوا كده وانتم فايزين ورايحين كاس العالم، فما بالك لو يعني حصل العكس. عموما خلوني ارحب بضيفي الكريمين اللي موجودين في الاستوديو، الكابتن عمرو الحديدي لاعب المنتخب والنادي الاهلي السابق. اهلا حضرتك كابتن عمرو. اهلا يا دكتور، ازي حضرتك؟ الله يخليك. استاذ خالد طلعت الناقد الرياضي المعروف طبعا، اهلا بحضرتك يا استاذ خالد. كل سنه اولا وحضرتكم بالف خير بمناسبه اقتراب الشهر الفضيل رمضان المبارك. طيب يا دكتور، كنا عايزين ان احنا نستقبل رمضان ونكون فرحانين بالوصول الى كاس العالم، لكن قدر الله وما شاء فعل. انا عايز اخد من حضراتكم يعني تقييمكم الشخصي
لماذا حدث ما حدث؟ أبدأ مع حضرتك كده. بص يا دكتور، يعني احنا كنا متوقعين ان احنا المباراة اللي اتلعبت في القاهرة 1-0 خرجت بثلاثة بونت، اي محاضرة بتتقال من مدير فني بيتواجد فيها في داكار ان انا أأمن نفسي واخرج من مباراة بر الامان. احنا ما اتضغطش علينا لغير لمدة دقيقة او 30 ثانية اللي في الاول، هي بتاعت الهدف. الهدف التركيز كان اقل من المعدل الطبيعي. انت بعد كده دخلت في مجريات المباراة بقى ليك شكل، خرجت المباراة الشوط الاولاني 1-0، دخلت في الشوط الثاني باسلوب معين، بقى عندك لعيبة ليها شخصية في الملعب يخص بالاسم، رقم واحد امام عاشور، نمرة اتنين حمدي فتحي، الشناوي، كل دول موجودين. عوامل المساعدة ان انا اروح لمرمى مندي كانت عن طريق شوية تريزيجيه بس بدون تفنيش على المرمى، من زيزو بإيجابية على المرمى، دخلنا في مجريات المباراة. كروش نرفع له قبعة انه وصل مصر بطولة الامم نهائي، واحنا كل الناس ما فيش حد كان متوقع رياضي او لاعب او صحفي ان احنا خارجين من الادوار الاولانية. والموقف الثاني ان هو وصل بمباراة السنغال اللي هو الجزء الثاني من المشهد الثاني الى 120 دقيقة. احنا خلاص احنا مش هنندب على اللي حصل، خلاص احنا خلصنا، خلص الموقف امبارح، هم فرحوا احنا زعلنا شوية. احنا بنقول العالم كله بيساند صلاح عشان ينهي على موقف الفشل البسيط، وادعم عشان اوصل للنجاح اللي مفروض يتعمل. قدامي 4 سنين اشتغل فيهم باسلوب متطور ايا كان اسم المدرب. احنا دلوقتي بنختلف، كروش هيبقى موجود، الاسماء المطروحه كابتن حسام حسن، كابتن احمد سامي، كابتن علي ماهر، ايا كان من الاسماء اللي موجوده تمسك منتخب مصر، احنا عايزين النجاح، احنا بندعم ما بننقضش في الوقت ده. عايزين نقول ان الشغل انتهى من داكار، نبدأ بقى في الملف. هيجددوا له الناس اللي عايزة تهد الكيان، لا ده لازم الراجل ده يبقى يتحاسب. هو مين اللي جابه وازاي يبقى موجود وهو قال لك انا مش عايز حاجة من البطولة العربية، ولا انا بفكر في بطولة امم، انا من احسن المدربين او العشرة المصنفين اقدر اوصلك كاس عالم. احنا دلوقتي عايزين نعرف المسؤولين عن الكرة في مصر، الناس هتشتغل على وجوده، خلاص الملف يتقفل، الصحافة تقل شوية، الميديا تقل الكلام، بقت هي اصعب حاجه دلوقتي من التلفزيون ومن الصحافه. بس ده شيء طبيعي يا كابتن عمرو انه يعني الصحافه تتكلم دلوقتي والميديا تتكلم، لانه يعني حدث كبير. ما اختلفناش، بس مش هحمل كل الموضوع ده. انا الميديا انا تعبت من كتر الرؤيه، صلاح صلاح صلاح. ما هو صلاح ده اللي كان في ماتش الكونغو وكسبنا 2-1 ووصلنا. ما صلاح ده اللي حقق حاجات احنا متوقعناهاش. انت بتغير الانتقادات الموجهه لصلاح، خلاص احنا مش هحمل او الشماعه اللي انا هعلق عليها الموقف. صلاح ما قداش. طيب. هم اللعيبه دي بتشوط اصلا ضربات جزاء، هي اللعيبه دي كانت اصلا معمول حسابها، احنا بنتفرج، اما هم جوه البساط الاخضر وجوه غرفه المحاضره. طيب اخد تقييم كابتن استاذ خالد طلعت، يعني شفت الماتش ازاي امبارح؟ امتى شعرت بان احنا يعني نكاد نكون قاب قوسين او ادنى من الفوز ببطاقه التاهل؟ وامتى حسيت ان احنا مش هنقدر نعمل ده؟ طيب هو مبدئيا يا استاذ عمرو انا شايف ان احنا الصعوبه كانت ان احنا اتحطينا تصنيف تاني وفي مواجهه كمان منتخب السنغال، عشان نجيب الامور من بدري شويه. يعني الناس دايما بتتكلم على اخر 90 دقيقه على الماتش بتاع امبارح، لا لازم نبص الامور من بدري شويه. انا بحمل المسؤوليه بشكل كبير جدا لاتحاد الكره السابق الاستاذ احمد مجاهد بعدم اجراء مباراه وديه لمنتخب مصر، وده اللي خلى منتخب مصر يتراجع ويبقى تصنيف تاني، وبالتالي يصطدم باحد المنتخبات القويه، وتحديدا حظنا كمان العثر اكتر ان احنا وقعنا في منتخب السنغال اللي هو اقوى منتخب في القاره، سواء بالارقام، بتصنيف الفيفا، باللعيبه، القيمه الماديه للاعبين، كل الكلام ده. فاحنا القصه كانت من بدري ان احنا تاخرنا في تصنيف الفيفا هو ده اللي سبب المشكله. كان مفترض ان احنا خلال السنتين اللي فاتوا فنلعب ماتشات وديه اكتر، يبقى في نتقدم في تصنيف الفيفا، كل ما بتلعب ماتشات وديه دوليه وبتكسب بتتقدم في تصنيف الفيفا، كنا قريبين جدا. يعني احنا كنا سادس، يعني السادس على افريقيا، لو كنا بقينا الخامس تقدمنا خطوه واحده بس كنا بقينا تصنيف اول. فدي المشكله الرئيسيه، ان احنا اتحطينا في تصنيف تاني، فبالتالي بقت الامور بالنسبه لنا اصعب شويه. مواجهه السنغال كمان، هم اقوى منتخب في القاره حاليا، يمكن لعيبه تقريبا قيمتهم 350 مليون يورو، هم اغلى منتخب من حيث القيمه
المادية، فالأمور بالنسبة لنا فعلا كانت صعبة، إن احنا كمان نصطدم بالسنغال تحديدا أقوى منتخب في قارة أفريقيا كلها، دي كانت مشكلة بالنسبة لنا. ماتش امبارح طبعا أنا شايف يعني في فترات كتيرة كان يعني كان ليهم فرص، خاصة في الشوط الثالث الشوط الإضافي الأول كان ليهم فرصتين ثلاثة ورا بعض مؤكدين، ويمكن الشناوي تصدى ليهم في اللحظات دي. أنا حسيت إن احنا ممكن نكون قريبين، حسيت إن التوفيق واقف معانا ومساندنا، وكان في فرص كان ممكن تدخل أهداف لكن الحمد لله ما دخلتش، فحسيت إن احنا ممكن نكون موفقين لغاية ما بدأت ركلات الترجيح وضاعت. حسيت إن احنا كنا موفقين بدعاء الوالدين بالحظ بعمل يعني توفيق. يعني حضرتك بتقول لي انه يعني جات لهم كم فرصه مظبوط وكادت يعني لولا الشناوي كان هم كانوا افضل. استاذ عمرو لازم نتكلم بكل صراحه، وهم افضل من قبل الماتش، يعني عشان نتكلم برضو في ناس برضو بتحمل عشان نتكلم بواقعيه، بس اتفق يعني مع كابتن عمرو في الحته دي. احنا الجيل الحالي من اللعيبه مش احسن جيل بالنسبه لنا، يعني ده ناس بتقارن بجيل اللي كان موجود. لا احنا الجيل الذهبي كان 2006 2008 2010 كان في كوكبه من لاعبين مميزين جدا، خلوا الاهلي ياخد بطوله افريقيا على مدار سنوات متتاليه، خلوا منتخب مصر ياخد ثلاثه كاس امم افريقيا ورا بعض، ورغم كده ما وصلوش كاس عالم كمان. رغم كل الجيل العظيم ده كمان ما وصلش في الاخر كاس عالم. لكن الجيل الحالي مختلف بشكل كبير جدا، يمكن عندنا 2 3 لعيبه فقط مميزين على راسهم طبعا محمد صلاح، وبقيه اللعيبه يعني مع احترامي مش عايز حد يزعل مني لكن مش لعيبه صف اول. يعني بنتكلم اللعيبه المتواجدين امبارح، اما بتتكلم كعمر جابر باك رايت منتخب مصر، حتى احمد ابو الفتوح بالباك الشمال، المساكين طبعا كان عندنا ازمه بغياب احمد حجازي للاصابه، وبعد كده اصابه محمد عبد المنعم وايقاف محمود حمدي الونش، فاضطر ان هو يلجا لرامي ربيعه اللي بقى له فتره كبيره جدا ما بيلعبش، بعنزول ايمن اشرف برده مش يعني مش لعيب سوبر، خط النص كذلك راس حربه يمكن عندنا مصطفى محمد الوحيد وبرده مش راس حربه الهداف، يعني ما شفناش منه حاجه على مدار كاس افريقيا او التصفيات. في الجيل الذهبي كنا بنتكلم كان عندنا احمد حسام ميدو، كان عندنا عمرو زكي، وكان عندنا عماد متعب، وكان عندنا محمد زيدان، وكان عندنا حسام حسن معاهم كمان كخبره موجود في 2006. يعني بتتكلم خمس رؤوس حربه جامدين جدا، دول في فريق واحد، بتكلم على مركز واحد بس راس الحرب. دلوقتي انت ما عندكش راس حربه وميز تقدر تقول ده راس حربه منتخب مصر. فانا شايف الجيل الحالي اللعيبه فيه مش مستوى، مش تصنيف اول، وعشان كده بقول لك كارلوس كيروش معذور شويه في الحته دي، وهيكتور كوبر قبل كده كان معذور، كانوا بيلجأوا للعب بطريقه دفاعيه شويه كابتن عمرو، ان هو بيحاول يدافع مع الفرق الاقوى منك بحيث ان انت تحاول تقتنص هدف من هجمه مرتده، تقتنص مهارات صلاح، وده نجح فيه يعني مستر هيكتور كوبر. وصلنا بكاس عالم 2018، وصل نهائي كاس افريقيا 2017، ولجأ ليه كارلوس كيروش برده، والى حد ما النتائج قريبه. يعني لما توصل نهائي كاس امم وتلعب السنغال وتخسر ركلات ترجيح، اما تلعب السنغال في نهائي في تصفيات كاس عالم وتخسر ركلات ترجيح، الى حد ما في ظل الاوراق المتاحه معاك يعتبر عمل شيء يعني كويس. يعني حضرتك بتتفق مع كابتن عمرو في انه يعني ليس في الامكان ابدع من مكان، بتفق كده بتفق مع اللعيبه الحاليه ومع الجيل الحالي، يعني ده الامكانيات اللي عندك يا دكتور عمرو. انت استاذ خالد بيقول على نص ملعب منتخب مصر في وجود الكابتن حسن، كان احمد حسن وحسني وشوقي. الحته اللي كانت فيها مشكله امبارح اللي هي بتاعت خط الظهر، انت محمد عبد المنعم اكتشاف كروش رجوعه للنادي الاهلي عشان هو كان في منتخب مصر وادى الاداء اللي احنا شفناه في بطوله الامم الونش لكسره الانذارات او تقارب وجود انذارات كتير، حصل اخفاق ان حمدي محمود مش موجود. انت موجود مع كابتن حسن، كان هاني سعيد، عبد الظاهر، شادي، فتح الله، وائل جمعة، وائل جمعة، ابراهيم سعيد، ابراهيم سعيد، ست لعيبة تحط واحد وتحط عليه فرقة، احمد فتحي، سيد معوض، بركات، بس يعني عندك كتير. الناس كلها كانت بتتفرج، لا انا كنت بتكلم بقى على راجل بقى فنان وساحر بيودي للجون زي ابو تريكة مثلا، وبعدين كنت بتستعمل زيدان في الوقت ده. انت الكابتن حسن لما افتكر يختار لاعب وقال لك انا شفته في الاتحاد جده، الناس قالت لك انت ازاي واخده من الاتحاد وفضل على السفر 10 ايام اتعمل له كاس الوصيف وخد احسن لاعب في البطوله، خد الهداف، الهداف كاس وصيف للدقيقه 76 لنزول تغيير مجريات المباراه، افضل بديل. انت دلوقتي عندك، انت جبت عمر وانت ما عندكش حد مكان عمر، عمر جابر جبت عمر كمال، خدت منه حاجات معينه في بطوله الامم، فكرت في عمر جابر، جبت رامي، جبت علي جبر، انت محتار تلاعب مين او الانسجام ما بين اللعيبه مع مين. في الاخر انت لعبت ايمن اشرف ولعبت ياسر ابراهيم اللي انت شفته ما بين بطوله الامم وماتشات كاس العالم للانديه وبطوله تصفيات كاس العالم من ياسر ابراهيم كويس. فكرت في الوقت ده اللي الاهلي عمله من سنين اما مستر فايلر وموسيماني، رجعوا حمدي فتحي ليبرو. مش عيب ان انا اغير الطريقه، المفروض انا مدير فني عندي من القماشه ما يسمح ان اللعيبه اللي عندي تقدر تنفذ لي طريقه واثنين وثلاثه اثناء مجريات المباراه. احنا شفنا فرحنا ان احنا وصلنا لحته معينه،
انا لسه بقول الاستاذ خالد في الاستراحه وحضرتك بتقدم برنامج يا جماعه ده هم ما فيهمش حد مش كويس. صحيح. البدلاء او ال11 الموجودين مش طبيعيين. خلينا يعني نتكلم بصراحه، انا في لحظه من اللحظات كانوا يعني كانوا لاعبتنا صعبانين عليا. لانه طبعا. لانه يعني لعيبه السنغال عندهم امكانيات بدنيه وفنيه مظبوط، يعني لا كلهم بيلعبوا بيلعبوا في انديه كبيره جدا في اوروبا، مفيش وجه مقارنه. وزي ما بقول لحضرتك هم اعلى قيمه ماديه، قيمه لعيبه منتخب السنغال 350 مليون يورو. انا حسيت ان السنغاليين مثلا 22 لاعب واحنا قيمه منتخب خمسة. مصر قيمه منتخب مصر خمسة قيمه منتخب مصر 150 مليون يورو، منهم 100 مليون يورو محمد صلاح فقط. يعني صلاح لوحده 100 مليون، لو على جنب كده كل ال 25 لاعب في القائمه التانيين كلهم على بعض 50 مليون يورو. احنا بقول لك منتخب السنغال 350 مليون يورو وموزعين كلهم بقيم ماديه متقاربه، يعني ما عندهمش حد عالي قوي والباقي قليل، لا كلهم قريبين طيب من بعض. يعني احنا ضغط علينا في اول دقائق يعني، وتكرر نفس السيناريو اللي حصل في القاهره. هم جابوا جون في اول كام، اول دقيقتين دقيقه ونص، دقيقه ونص ما جاتش الدقيقتين. نفس الكلام احنا، نفس الكلام اللي حصل في القاهره. في القاهره بص يا دكتور، كل مدير فني بيبقى موجود في المحاضره بتاعته بيقول كلمتين، جس النبض بتاع اول ربع ساعه مهم بالنسبه لي، اضغط وانا بلعب في ملعبي وسط جماهيري. صلاح جاب الهدف، هم احنا ما لحقناش. يعني التركيز والوقفه، يعني وصل ان فتوح احنا مش هنحمله غلط، الكره ما حدش متوقع انها تعدي. في حاجات ساذجه دي بتدي خبرات للاعيب الكره، ان الفاولات جوه المربع ده ممنوعه اول 10 دقائق على الاقل. ده الف ب كانوا يقولوا لنا كده. يعني كان رحمه الله عليه الكابتن جوهري، والخواجات اللي انا اشتغلت معاها او اتمرنت تحت قيادتها في النادي الاهلي، كان يقول لك اول جس نبض التزم بس انت. كرول، هاريس، هولمان، تسوبل، كان يقول لك التزم انت. الماتشات اللي زي دي بره بتبقى حارس مرمى وخط ظهر. الماتشات دي بتبقى حارس مرمى وخط ظهر، سيب اللي قدام يعمل اللي هو عايزه. انت عليك تمنع وجود هدف. خاصه في ظل يعني على اللعيبه موجود. طب ايه اللي قلب الموازين في الدقيقه 65 وابتدينا نمسك الكره لما نزل زيزو متعودين. زيزو امام، زيزو امام. خلاص انت بقى بتمسك كره. طب انا قلق من ايه؟ ومصطفى محمد، مصطفى محمد المحطه اللي انت المفروض محتاجها هناك. هي المفروض هي اللي هتبدا. المحطه اللي انا هلعب عليها عشان يشغل صلاح وشويه تريزيجيه وشويه مرموش. لازم اكون موجود في الحته دي. مش هنقول ان كل حاجه بيعملها صح، بنقول انه عمل مجموعه ملفات وصول لنهايه بطوله امم. طيب يعني احنا مش عايزين ندور على شماعات يا استاذ خالد، نعلق عليها الهزيمه امبارح، لكن يعني اللي حصل من جمهور السنغال ده، يعني مساله توجيه الليزر على وشوش اللعيبه من اول المباراه لغايه اخرها، لغايه طبعا خاصه ضربات الجزاء. يعني في صوره نشرها مش صلاح. عارف منشوره في الجرايد البريطانيه يا جماعه، لو ممكن زمايلي يجيبوها. في صورة اهي، الصورة دي اللي صلاح، فين صلاح؟ ده انا مش شايف صلاح يعني بصراحة. يعني ده مين؟ ده مين صح. فحتى يعني الشناوي برضه هو بيتصدر. طب ازاي الموضوع ده؟ يعني انا في حد كان كاتب تويتر، احد الاخوة السعوديين، يعني هجيبها لحضراتكم دلوقتي يمكن زمايلي يساعدوني، بيقول لك انه البند اهو البند رقم 1 من المادة 83 من لوائح الاتحاد الأفريقي الكاف تنص على الاتحادات الرياضية مسؤولة عن ضمان عدم تعريض اللعبة للخطر في أي حال من الأحوال عن طريق سلوك الجماهير، خصوصا باستخدام الأشياء الخطرة أو الليزر. العقوبة إعادة المباراة بدون جمهور. طبعا احنا زي ما بنقول لحضراتكم برضو، احنا مش هندور على شماعة، احنا في البداية بنتكلم عن الأداء، بنتكلم عن التشكيل، نتكلم عن احنا ليه خسرنا. لكن هذه النقطه تحديدا متهيألي اقوى من اللي حصل في سنه 93 يا كابتن عمرو. مباراه زيمبابوي الشهيره، حسام بتاعت زيمبابوي، الطوبه اللي اترمت من كره حسام حسن، الهدف بتاع الكابتن حسام حسن. واتعادت المباراه. طب بص، يعني بص يا دكتور، انا عايز اقول كلمه واحده يمكن نتناقش فيها انا واستاذ خالد. البروباجندا دي كلها اتعملت لمين؟ لصلاح. صلاح. طيب ماشي، قيمته اهو وصورته اهو، والصحافه اللي كاتبه انجليزيه بريطانيه بتقول الموقف ده هو التعاطف مع صلاح من الغرب، واحنا اهله واهل بلده بننقد فيه ان هو لا يصلح وهو ما قداش، هو مش متصور ان اداؤه اقل بكتير من ماني. ده ماني ال11 اللي موجودين اجمد من ساديو ماني بكتير.
انا لسه بقول استاذ خالد بره انا ما شفتش منين يعني الباك ليفت يعني بتاعهم بتاع سعد الحاج بقول له استاذ خالد ده 30 سنه انا قلت له حتى ده الباك ليفت ده الاحتياطي الاساسي كان اتصاب في ماتش زي بنتكلم في البديل الراجل بيخرج احسن لعيب في الملعب عندهم نمره 6 العقل المفكر مندي وبينزل مكانه اتنين لعيبه شوف الجرايد كلها في بريطانيا يعني مركزه على موضوع الليزر ده وعلى صلاح تحديدا طبعا نفس الكلام يمكن انا قريت برضو في احد التويترات ان الموضوع برضو واصل لموضوع الجزائر والكاميرون يا استاذ خالد رايك كيف هذه النقطه بص هو طبعا شيء سيء جدا لكن برضو مش عايزين نخلي الجمهور يتعلق بامال انا شايف انها صعبه الحدوث يعني حته الماتش يتعاد اعتقد صعبه جدا يعني بتحصل في كل ملعب في شكوى دلوقتي مقدمه من الاتحاد ما احنا كلنا يعني الشكاوى بتتقدم كتير مش قصه الشكوى المهم القرار بس يبقى ايه لكن اعتقد هيبقى في والجزائر يعني كمان بيقولوا مقدمه عشان الجزائر الشكوى بتاعتها اقوى وممكن فعلا انه يحصل استجابه ليها لان الجزائر في كلام ان حكام الفار نفسهم قالوا ان هم قالوا حاجات لحكم الساحه ما التزمش بيها طب ما هو امبارح برضه حكم الفار حكام الفار تمام. قالوا على في طرد اول ربع ساعه او بتاع عمر جابر ما بانش قلت والاستاذ خالد ضربه الجزاء بتاعه صلاح مندي اتحرك قبلها لو اتعاد التاني جبتها هتبان قوي ان هو عدى قبل ما صلاح يتطرد بتاع اللاعب اللي هو تدخل مع عمر جابر قالوا انه يعني كان مكتوب فعلا هم بيراجعوا الموقف لكن ما اتقالش هل هم بلغوا الحكم وهو رفض الانصياع عليهم ولا هم راجعوا الموقف ولا ان هو في كارت الموقف في كارت لا هم قالوا مراجعه الموقف مراجعه امكانيه وجود كارت احمر وهل هم رجعوا بقى نفس الجمله هنا بالزبط. نفس الكلمه هي مكتوبه هل هم بقى بلغوا الحكم والحكم ما استجابش ليهم او هم رجعوها ولا شافوا ان هي ما تستاهلش كارت احمر هي دي النقطه لو هم رجعوها وشافوا انها ما تستاهلش كارت احمر وبلغوش الحكم فخلاص الحاله دي منتهيه لو هم بلغوا الحكم هو استبعدها وقالوا له تعالى راحش يشوف دي كلام تاني الحاله دي بقى يبقى فيها قصه وده غربان. اللي بيؤكد اللي مؤكد في ماتش الجزائر والكاميرون بيقول الحكام اللقطه دي هي دي اللقطه دي طبعا في ماتش الجزائر والكاميرون بقى يعني تاكد ان حكام الفار قالوا ان هم استدعوا الحكم في بعض المشاهد او اللقطات او قالوا له قرار غلط وهو ما سمع لهمش في الحاله دي ممكن مباراه الجزائر والكاميرون ممكن تعاد دي اللي ممكن تكون يعني اقوى شويه من حته الليزر عندنا لكن موضوع الليزر ده بقول لك يعني حصل في ملاعب كتيره وحصل في ماتشات كتيره غير مقبول يعني احنا لسه كنا بنقول الماده اللي هي يعني من قوانين الكاف القانون نفسها بقى اعتقدش ان فيها اعاده المباراه دي يعني انا لا ما قريتش ماده قبل كده لا يعني هو مش مكتوب اعاده المباراه مزبوط. بس يعني هي بتشير الى مدى يعني اعتقد الضرر اللي بيقع ممكن يكون في عقوبات على جمهور السنغال ممكن يبقى في ماتشات عقوبات ماليه وخلاص لكن اعاده مباراه رئيس الاتحاد يا استاذ خالد قال لك اقصى حاجه انك انت هتوقع يتم وقوع غرامه ماليه عليا او استبعادي في المباراه القادمه بدون جمهور طب ليه في 93 اتعادت المباراه بتاعه مصر هو بص هو خرج قال المبرر رئيس الاتحاد السنغالي خرج قال المبرر احنا ما لحقناش نفرح صح. كانت الكره وان تو ما بين الكابتن حسام والكاس وكابتن حسام احرز هدف خلاص احنا قلنا وقال لك طوبه الراجل مجرد المدير الفني نام على شوزلونج الاسعاف اتعاد ما كملناش اسبوع ولا قعدت المباراه برضو يا دكتور عمرو اللي حصل في ماتش زيمبابوي ده الاستثناء مش ده الطبيعي يعني احنا على مدار التاريخ في احداث كتيره جدا بتحصل في ملاعب عمر ما مباراه اتعادت غير في ظروف يعني قهريه دي من الظروف الاستثنائيه اللي حصلت انا عشان كده انا بقول اتعملت ليه ما حدش عارف لغايه دلوقتي بس هو ده كان الخطا من البدايه بقول انا مش بدور على شماعه مظبوط ولكن عايزين نناقش ده هل صح. حصل زي يعني احداث مشابهه وتعادت المباريات ولا لا؟ لا في حته الليزر دي لا يعني الليزر موجود في ملعب كتيره جدا وفي ملعب وانت عارف في ماتشات افريقيا الاهلي واجه حاجات اصعب من كده كان في شماريخ وكان في دخان وكان في نار بتولع امبارح كان في الكلام ده شماريخ بتترمي ارض الملعب امبارح كان في بس يعني كان في حاجات اكتر من كده كده جميل مش عايز اقول اسماء الدول يعني اللقطه الشهيره بتاعت الشناوي وهو محذوف عليه ازازه المايه وراه حوالي 5 6 7 10 ازايز لا وبدايه التسخين يعني انت لو بتاخد قرار كمصطفى غربال من بدايه التسخين الازازه اترمت من بين الحكم الحكم كان مهزوز امبارح دي اللي احنا اللي الشعب المصري كان متوقع وصلنا لكاس العالم عن طريق مصطفى غربال لان احنا بنتفائل بيه بالذات مع النادي الاهلي كنا نتمنى بنقول ان هو راجل فير وبيشتغل كويس احنا اول كره من بتاعه عمر جابر حسينا ان في بعد وفي تزلزل في المستوى ضغط الجمهور برضه كابتن برضه ضغط الجمهور وانت ما سمعتش السلام الجمهوري بتاعنا ما سمعناهوش من صوت الجماهير النقطه الثانيه الاندفاع اللي كان موجود من كولوبالي ومن من مانيوف على الحكم كانت بتثبت لك حاجات كتير قوي احنا ما شفناش انت لسه دكتور اي حاجه كويسه قوي احنا قابلناهم كويس قوي هنا جدا هرجع حضرتك بالزمن شويه في 93 كان الكابتن طارق سليم قال لك يا رب اما نلعب كوت ديفوار ساحل العاج افريكا سبور نلعب الاول هناك مش عايز اقول لك قابلونا ايه قابلونا كويس قوي السنه اللي قبلها لعبنا هنا الاول عملوا مشاكل في وجود الكابتن انور سلامه في وجود الكابتن حمد الصدقي واللعيبه اللي كانت موجوده عملوا لهم ارهاب والاهلي خسر 3-0 اما احنا رحنا في 93 احنا لعبنا الماتش الاولاني هناك ده فين سوري افريكا سبور افريكا سبور رحنا احنا لعبنا هناك تعادلنا 1-1
ما رضيناش نبات، رجعنا في نفس اليوم ودخلنا المعسكر عشان المباراة هنا. هنا بقى كان كل حاجة بتاعتنا بقى. انت في الاستاد وال 80 الف موجودين، ويمكن استاذ خالد قال حاجه في احد البرامج كان حاضر المباراه المدرجات كمشجع، خلاص كسبنا المباراه وخدنا من المباراه اللي احنا عايزينه بالهدف اللي صعدنا، وخلاص نخرج المباراه لبره الامان بعد كده. فهي دي الحاجه المهمه، ان احنا هنقول ايه، او احنا عينينا على الموضوع ان ممكن الاتحاد الدولي ياخد قرار في حاجه زي دي ماشي، بس احنا بنقول ايه، احنا دلوقتي نشتغل على الملف اللي قدام 4 سنين. بص، حكايه ان احنا نشتغل على الملف اللي هو قدام 4 سنين دي انا سمعتها، يعني انا مليون راجل مره راجل عجوز شويه، فيعني سمعتها بتاع مثلا 6-7 مرات. مظبوط، احنا نشتغل على الـ4 بس كده. عمرنا ما اشتغلنا على الـ4 سنين اللي جايه للاسف يعني. كل مره ايه اللي بيمنعنا يا استاذ خالد ان احنا نشتغل فعلا زي ما بيقول الكتاب؟ دايما بنبص تحت رجلينا، يعني دايما المسؤولين عن الكره في مصر بيبصوا تحت رجليهم، بيشوفوا الحاجه القريبه، يعني الخطوه اللي جايه على طول، وده حتى حصل دلوقتي. يعني هم دلوقتي بداوا يتكلموا برضو في اتجاه الابقاء على كارلوس كيروش، بيقول لك عشان الوقت ضيق وعشان نجيب مدرب تاني جديد. طب انت راجل الوقت ضيق على ايه المفروض هيبقى في تصفيات كاس امم افريقيا وفي تصفيات كاس عالم، بس لسه احنا قدامنا، يعني كاس العالم اصلا هيتلعب لسه في نهايه السنه، احنا ما عندناش المفروض ارتباطات. فهي قصه انا وكابتن عمرو دلوقتي احنا الاثنين اجمعنا ان كارلوس كيروش ما عليهوش خطا كبير، يعني عشان نكون متفقين. لكن في نفس الوقت خلاص حصل، يعني هو عقده اصلا بينص ان هو الوصول لكاس العالم، ولو ما وصلتش كاس عالم عقدك بيتفسخ بينتهي. وخلينا نتكلم ان نسبه كبيره من الجمهور، يعني يمكن انا وكابتن عمرو عشان فاهمين كوره شويه بنحلل، ملتمسين للراجل بعض الاعضاء. معلش اقطعك، شوف الفيديو ده بتاع محمد صلاح، خروج محمد صلاح وازاي ويعني حاجه مؤسف. قبل المباراه ده في المطار، من المطار. انت بتتكلم في واحد هو اللي احرز الهدف هنا، شايف يا استاذ خالد، هو اللي احرز الهدف في مصر، وهو مصدر الازعاج في دكار، مش محتاجه هي طبعا لازم دي اقل حاجه. ده بعد الماتش، يعني عارف انا عارف، يعني انت فايز ورايح كاس العالم، محمد صلاح على مباريات ال 120 دقيقه، اول ما صلاح بيستلم الكوره الجماهير كلها بتزوق. إيه لا، ايه الحقد ده وايه؟ وخلينا بالك برضه يا استاذ عمرو اتكلم، يعني بصراحه هو برضه الجماهير السنغاليه، يعني في مناوشات ما بين صلاح وساديو ماني، يعني دايما الكلام على ليفربول، مين فيهم النجم، مين فيهم افضل، ده ما بيبصيش للتاني، لا بيغير منه. اوكي، ما احنا برضه كجماهير مصريه، يعني ما احنا عارفين انه في منافسه بين الاتنين، بس ما عملناش الحاجات الهمجيه اللي عملوها. مظبوط، احنا كان عندنا التزام بشكل كبير جدا، والجمهور طبعا يشكر عليه بشكل كبير، لكن هم فعلا اخطاوا في حق محمد صلاح من بدايه المباراه حتى، وكان في لافتات كمان. لافتات، سيبك من لافتات، بس يعني انت متخيل مثلا لو ازازه ميه مليانه من العلو ده بتضرب على محمد صلاح تجيب له ارتجاج في المخ؟ يا دكتور احنا بنشوف هما بيعبروا بفرحتهم بالإساءة لمحمد صلاح او لمصر في محمد صلاح، احنا هنا ما بنتعاملش بنفس الاسلوب، احنا عندنا الحزم اكتر منه. ان دخول المباراة من اول ما دخل الاستاد لغايه يعني ما خرج، احنا ملتزمين، احنا يعني للاسف وضعنا كده، احنا دولة دولة بمعنى الكلمة. طيب ناخد فاصل ونرجع نكمل في موضوع. مرحبا بحضراتكم من جديد في رأي عام، ولازلنا نناقش ما جرى أمس في السنغال وفشل المنتخب في التأهل ل نهائي أو لكأس العالم، بطولة كأس العالم التي ستقام في نهاية هذا العام في قطر. وطبعا ضيفي الكريمين كابتن عمرو والأستاذ خالد كنا بنتكلم في أكثر من زاوية، لكن يمكن أثناء الفاصل كابتن خالد كان عايز يتكلم عن حاجة معينة بخصوص محمد صلاح، لكن قبل ما نتكلم عنها احنا عندنا فيديو كيف استقبلت جماهير مصر ساديو ماني، هيجي لنا بعد شوية علشان نقارن بس الاستقبال هنا في القاهرة وفي دكار. تفضل. أنا دلوقتي بس عايز أتكلم في حتة مهمة بخصوص محمد صلاح، لأن أنا شايف يعني السوشيال ميديا منقسمة نصين، وللأسف الشديد إحنا عندنا الشعب المصري عاطفي جدا، فتلاقي الناس يا كابتن عمرو يا إما أقصى اليمين اللي هما ما أقصى اليسار، ناس كتير بتهاجم محمد صلاح، ومحمد صلاح هو اللي ضيعنا، ومحمد صلاح ما بيلعبش بنفس تركيزه مع ليفربول وهو سبب الفشل. وفي ناس تانية اقصى اليمين لا، محمد صلاح محدش ينتقده، محمد صلاح شرف مصر وفخر العرب وما بيغلطش ومحدش ينتقده. انا بس عايز امسك العصا من النص، نتكلم بس في شويه حاجات برضو بالراحه كده وبالارقام. محمد صلاح له ما له وعليه ما عليه، في بعض الايجابيات لازم نتكلم فيها وفي بعض السلبيات لازم نقولها بصراحه عشان نتلافاها بعد كده.
محمد صلاح ما بيبخلش مجهوده تماما. محمد صلاح بيأدي بكل تركيز مع منتخب مصر وشفناه في اكتر من ماتش. محمد صلاح قدم لمنتخب مصر كتير جدا، كان سبب رئيسي في وصولنا كاس عالم، سجل هدفين في كاس العالم. محمد صلاح حاليا مسجل 45 هدف دولي مع منتخب مصر، هو تاني هداف في منتخب مصر على مدار التاريخ بعد كابتن حسام حسن 68 هدف. محمد صلاح صنع 25 هدف تانيين مع منتخب مصر، يعني ساهم في 70 هدف. فبالتالي هو قدم لمنتخب مصر كتير وبالارقام وما بيبخلش مجهوده. ده من الناحيه الايجابيه لصلاح، ومحدش يقدر ينتقص منه. انا عندي نقطتين سلبيتين بس عن محمد صلاح برضو حابب اتكلم فيهم بصراحه، نحاول نتلافاهم بعد كده. النقطه الاولى، انا شايف كان خطا كبير جدا من صلاح ومن الجهاز الفني لمنتخب مصر ومن اتحاد الكوره منح شاره القياده لمحمد صلاح وتخطي لاعبين اكثر منه خبره واقدم منه في المنتخب. ده استثناء ما كانش يجب ان يتم، وده كان فيه نوع من انواع المجامله، وده اكيد افضل. هل ده انعكس على اداء اللعيبه يعني؟ انا شايف انا شايف في لعيبه قادره. اولا حاجتين يا دكتور عمرو، في لعيبه اكيد هتحس ان نوع من انواع المجامله، في لعيبه الاكبر منه في السن او الاكثر منه خبره في المنتخب بتحس بنوع من انواع الظلم، بالاضافه لحته القياده. يعني صلاح كان افضل لما كان مركز كلاعب بس يا كابتن عمرو، هو لاعب مهاري في الملعب مميز بيأدي من ساعه ما بدا ياخد شرط القياده الحمل، يمكن بقى عليه تقيل قوي، كل الناس حاطه عليه الامل، ده انت كابتن منتخب وانت كمان هو نجم الفريق وكل حاجه، فبقى الحمل عليه تقيل قوي. يمكن بالنسبه لمحمد صلاح انا شايفه ان هو تقيل، في حين ان كمان حته القياده اعتقد في صلاح في لعيبه ممكن تكون اكثر منه في حته القياده. يعني كان موجود قبل كده طبعا في وجود احمد فتحي خبرات كبيره جدا لما كان موجود، عبد الله السعيد بعديه، حاليا عمرو السوليه. انا شايف عمرو السوليه حاليا كقائد منتخب هو اقدم محمد صلاح، هو اللي يستحق الشاره، وهو كقائد ممكن يكون افضل من صلاح في الحته دي. حتى لو رجعنا ساديو ماني نجم السنغال، مش هو كابتن منتخب السنغال، موجود كوليبالي هو الكابتن رغم ان ساديو ماني هو النجم. في ليفربول نفسها صلاح نجم ليفربول الاول ونجم التاريخي، مش كابتن ليفربول ومش من ضمن الخمس كباتن. يعني هم حتى ده عايز تقول يا استاذ خالد انه ده التاتش المصري يعني. دي حاجه زياده تاتش مصري احنا عملناها، وانا شايف من ساعه ما اتعملت ما كانتش حاجه خدت مساحه كبيره قوي من الكلام، واثرت بسبب شويه على المنتخب. كان افضل لا اركز صلاح، انت نجم الفريق وفي كابتن تاني موجود. دي اول نقطه تؤخذ على صلاح وعلى الجهاز الفني، واتمنى لو غيرنا الجهاز الفني او كده نتلافاها بعد كده. الاقدم ياخد شرط القياده. النقطه الثانيه برضو بتكلم بكل صراحه، مش عايز حد يزعل مني، صلاح ليه تدخلات فنيه مع الجهاز الفني في بعض الامور ومع اتحاد الكره في بعض الامور، وبتكلم بكل صراحه ووضوح، يعني مش هخاف من حد. صلاح كان ليه دور في رحيل كابتن حسام البدري، ما كانش حابب انه يستمر. صلاح ليه دور في قدوم كابتن ضياء السيد كمدرب عام، وهو ليه علاقته شخصيه بكابتن ضياء كويسه جدا، وهو اللي فرض كابتن ضياء على الجهاز الفني الحالي. صلاح ليه دور في اختيارات اللعيبه في المنتخب، ضم عبد الله السعيد في فترات برغبه محمد صلاح، ضم عمر جابر في فترات كتيره جدا برغبه محمد صلاح، لان صلاح علاقته جيده بعبد الله السعيد وعمر جابر على المستوى الشخصي، فيمكن بيفرضهم في المنتخب في حين في فترات هم ما كانوش جيدين فيها. حاليا صلاح بيضغط ان كارلوس عمر قبل ماتش السنغال مش لا دخل فترات قبل كده، كان موجود في فترات محمد صلاح ما كان موجود، صلاح كان موجود وبعد كده استبعد فتره لانه ما كانش بيلعب اساسا، فكان طبعا ما ينفعش يخش. اول ما رجع تاني وبحتك باك يمين اتزق عمر جابر مره تاني. بس يعني ما لعبش في كاس الامم يعني. ما هو كانش بيلعب اصلا ساعتها مع بيراميدز، بس على فترات كان موجود قبليها، يعني كان موجود عمر جابر. وفي كاس الامم فرض عبد الله السعيد، عبد الله السعيد برده مستواه متراجع وسنه كبر، برده صلاح هو اللي جاب. دلوقتي بيضغط صلاح برده لبقاء كارلوس كيروش في قياده المنتخب، لان برده هو يعني مرتاح معاه والدنيا الامور كويسه، فهو برده بيتزعم يمكن جبهه داخل المنتخب ان كيروش يستمر. فانا عايز من صلاح، لا يعني صلاح انا عايزه كلاعب بس فقط، مش عايزه يبقى ليه تدخلات فنيه في اختيار اللعيبه، مش عايزه تدخلات في جهاز المنتخب. هو دوره اهم من كده واقوى من كده، هم دول نقطتين. عايز اسمع كابتن عمرو في هذه النقطه. والله بص يا دكتور، مش هختلف في كلام استاذ خالد، يعني كل النجوم اللي بره كده، كريستيانو كده وميسي كده، ميسي هو موجود في باريس سان جيرمان وكان موجود في برشلونه، كله كده يعني ايه بيبقى موجود اللاعب او كابتن الفريق المدرب الرابع اللي موجود مع الجهاز الفني بيتسمى كده. في حد بيبقى قيمته في الملعب كبيره بيتسمى المدرب المساعد للمدير الفني داخل الملعب. احنا شو كنا كده، كابتن جوهري كان الكابتن حسام، كابتن شوبير، في حاجات معينه مش بقول يعني له كابتن انت يعني كابتن حسام حسن كان يقدر يقول لكابتن جوهري لا ما فيش حد يقدر يقول وما يقولش في وجود الكابتن جوهري. تمام، ما كانش في حد يقدر يقول وما يقولش في وجود الكابتن حسن. ما فيش حد يقدر يقول طبعا كابتن حسن شحات طبعا. والاهم من ده كابتن حسام ما حدش يقدر يفرض عليه حاجه هو مش مقتنع بيها. كابتن حسام بدري انا عشت شويه بعيد، كنت في موجود في النادي الاهلي، بس شفت الشخصيه دي شبيهه لرحمه الله عليه كابتن ثابت البطل. الشخصيه القياديه القويه دي مهمه قوي. يا دكتور عمرو، احنا هنتكلم في النقط اللي قالها الاستاذ خالد. خلاص احنا دلوقتي بنفكر، انت حضرتك قلت سؤال وما ما قلناش اجابه نموذجيه فيه، الملفات بقى لنا سنين بنسمعها بالظبط. لو انت حضرتك رجعت لكاس العرب، شفنا الاردن، مش ده الشغل اللي كابتن جوهري راح عمله وهو كابتن علاء نبيل وكمله كابتن حسام لما سافر؟ شوف استقبال جماهيرنا لساديو ماني، شفت؟ صح.
استقبال والناس بتسقف له. احنا شعب بنعرف نتذوق يا دكتور عمرو ان ده راجل لعيب وفنان وعنده من الامكانيات. العكس صحيح، هم قابلونا بالعكس صحيح. انت الجماهير بتندهله وبتشجعه لامكانياته مع صلاح في ليفربول يا استاذ خالد، وامكانياته كلاعب افريقي بالاداء ده بالمستوى ده. طيب اتفضل كمل يا كابتن عمرو. انت بص انت مستغرب ده حال الدنيا، ما احنا ما سمونا مصر الحضاره، احنا اللي عندنا الامور فيها تحضر شويه في استقبال الناس، ما عندناش الضغان والاحقاد. احنا مش احنا الشماعه اللي هيحملوا عليها نقول ايه لو قابلنا وحش. كان يقول لك لو المباراه الثانيه هنا وحصل الليزر والحاجات دي الماتش كان اتعاد. انا اللي بقول لحضرتك يا دكتور لو المباراه لو العكس لعبنا في دكار الاول وجينا هنا في مصر الماتش كان اتعاد. بس ده ظلم، ما اختلفناش. انت بقول لك انت في 80,000 متفرج في وجود 93 وجود كابتن حسام، ضعف ماشي هنسميها بالمسميين، ظلم وضعف في نفس الوقت. طبعا ضعف، انا ضعف اكتر. انا لازم اكون جامد طبعا. انا دلوقتي انت جامد عشان معاك صلاح، معلش نديله حقه برضه. انت جامد عشان معاك لعيب عالمي من احسن 5 لعيبه في العالم، بل من احسن 3 في العالم. طيب خلاص لم نصل لكأس العالم، خلاص نقلب الصفحة. نقلب الصفحة، كيف نستثمر الفشل؟ استثمار الفشل يا استاذ خالد، ايه المفروض نعمل ايه؟ انا اول حاجة انا بقول لحضرتك رغم ان انا قلت ان كيروش اللي وصل له يعتبر جيد في ظل الاوراق المتاحة، كابتن عمرو اتفق معايا، لكن برضو يزال خلاص انت كان التارجت بتاعك او الهدف بتاعك بالتعاقد هو الوصول لكأس العالم، انت فشلت في اللي انت تحاول، ما كسبتش كأس أمم أفريقيا. وفي الاخر يعني لو محمد صلاح وزيزو ومصطفى محمد جابوا ضربات الجزاء دي كيروش كنا هنعمل له تمثال. بطبع طبعا مش كده، طبعا مش هنختلف. وانا بقول خالد كرة صلاح بالزبط. كرة صلاح بالذات او كرة صلاح انت بصيت يا دكتور لايه؟ قلتها برضه الاستاذ خالد في الاستراحه، الناس كلها بصت لبطوله الامم ان قالوا بعد اخفاق ضربه الجزاء بتاعت محمد عبد المنعم كان المفروض صلاح اللي يخش يشوط. ده النجوم الكبار اللي قالوا كده في مصر. فجابوا قالوا لازم لا احنا بنقول بقى بعد ما اتصدت الضربه الاولى صلاح يخش يدي طمأنينة لباقي اللعيبة ويدي ثقة للشناوي. صحيح ما دخلتش، فكرت في الضربة التانية صدر. انت وانت حاطط الأسماء انت متوقع انك هتحط الخمس أسماء بالترتيب ثم ضربة وضربة زيزو وأول مرة زيزو يغير فكره على طريقتين الحركة ثم الحجل مش دي مش من دي أشبهه بالكرة بتاعت ساحل العاج كوت ديفوار أو بصورة الكاميرون الشكل العام بالترتيب زيزو سلية امام راجل جريء عنده شخصيه هيبقى في الملعب عارف هو بيعمل ايه. او النقطه اللي انا عرفتها برضو كابتن عمرو يمكن ده برضو يعني سوء حظ شويه برضو منتخب مصر كان في اتجاه من الجهاز الفني ان هو ينزل محمد ابو جبل في ركلات الترجيح باعتبار ان هو يمكن افضل في ركلات الترجيح شويه وكان بس الشناوي امبارح يعني لا بس كان هو حتى من النوع النفسي يعني انت عارف لما دايما بتغير حارس مرمى اللعيبه اللي قدامك بتتهز شويه بحس ان ده متميز في ركلات الترجيح فكان في فكر في الجهاز الفني كده لكن طبعا كان لسه في تغيير كان في تغيير قبل اصابه حمدي تغيير في الاكسترا تايم كانوا محوشين التغيير ده كانوا التغيير لغايه اخر دقيقه لكن اصابه حمدي فتحي يمكن في الدقيقه قبل نهايه المباراه باربع خمس دقايق فاضطر ان هو ينزل محمود علاء فاستهلك التبديل السادس وبالتالي ما قدرش ان هو يغير ابو جبل دي برده من ضمن الحاجات يمكن اللي كانت في الكواليس كده وبرده يا استاذ خالد من ضمن الحاجات ان محمود بيشوط صح محمود رقم واحد بيشوط في نادي الزمالك محمود علاء طبعا يعني الثقه انت بتديها للاعيبتك ازاي اللي اتصدت وببقى قلقان لا خلاص انت وصلت لضربه الجزاء نقطه الجزاء ضربه الحظ زي ما بيقولوا انت بتنزل تادي مانيه وهو بيسدد الضربه مش بيفكر انه يركن انجليزي حاطط بشوط ضربه مرمى نص الجول في نص ده لو واقف بالظبط كده انت حضرتك زي ما احنا برضو بنكبر وبنضخم الموضوع مندي احسن حارس مرمى في العالم عارفين وكلنا شفنا واحسن حارس مرمى وصيد تشيلسي ووصل السنغال الكره اترفعت بالعرض من امام عاشور وحطها بدماغه زيزو كان بيتفرج عليها كان بيتفرج عليها ودخل الجون مش هيقدر يعمل لها حاجه كانت في الدقيقه 88 صلاح اللي لعب صلاح في الدقيقه 88 خلاص الموضوع انت كره زيزو اللي احنا كلنا استغربنا مش ممكن تخرج من زيزو غير جون الترقيصه خلاص وفي نفس الوقت احنا بنقول ليه زيزو متاخر ليه راجل عندك بيمسك كوره وبيقدر عنده حلول ليه متاخر دي بقى الاخطاء طريقه اللعب الاسلوب داخل الملعب اما يبقى عندك امام بالمواصفات دي يبقى انت خسرت تغييره يبقى انت عندك امام عاشور بالمواصفات دي يبقى هو اللي يبدا ليه ما يبقاش موجود بلعب بثلاثه وغزل نص الملعب باربعة مشاركة رامي ربيع اساسي كان خطأ برضه طيب. كبير ورامي بعيد عن الملعب زي ما قلت لحضراتكم يعني عشان الوقت انه خلاص اللي فات مات بس ما ماتش قوي احنا عايزين نستفيد من اللي فات ده
استاذ خالد؟ أنا نعمل ايه؟ رايي الشخصي دلوقتي احنا محتاجين مدرب وطني مصري برضو. احنا اللعيبه الحاليه محتاجه حد شخصيته قويه، محتاجه حد عنده حزم، محتاجه حد يعيد لهم الروح. يعني الروح دايما منتخل. زي مين مدرب؟ ما فيش غير الكابتن حسام حسن بكل صراحه. ما فيش حد غيره. يعني انت لو يعني مش هنلف وندور، مش هقول لك مثلا في بدائل او في 3 4 اخطر منهم على الساحه حاليا بالمواصفات دي، مش موجود غير الكابتن حسام دلوقتي. بيدرب ايه؟ ما بيدربش حد. يعني كان لسه ساب الاتحاد، اخر حاجه كانت الاتحاد السكندري سابه. فاعتقد بقول لك عنده خبرات دوليه كبيره جدا مع منتخب مصر، اكتر لاعب يمكن بعد احمد حسن لعب ماتشات مع منتخب مصر. عنده روح قياديه كبيره جدا، ممكن يبث روح في اللعيبه. عنده قوه شخصيه، اللعيبه دلوقتي محتاجه قوه شخصيه بشكل كبير جدا. فاعتقد المواصفات دي موجوده في كابتن حسام حسن. لسه عندنا فتره صعبه انك تجيب اجنبي تاني دلوقتي وتدفع برضو مبالغ كبيره. يعني المدربين الاجانب بياخدوا مبالغ برضو كبيره في الوقت الحالي مع ارتفاع كمان سعر الدولار والقصه دي. فالامور صعبه. فانا شايف الانسب حاليا مدرب وطني يعيد ترتيب البيت من الداخل كده، ونبتدي يعني زي نقول مرحله احلال وتجديد للعيبه. انا بقول لك يعني مش شايف قدامي كده غير حسام حسن بس اللي ممكن يكون متاح في الوقت الحالي. كابتن استاذ خالد خدها من نهايه الملف اللي هو الدرجه الاولى قطاع الناشئين. ايوه بالظبط. انا ببدا من الصغر. مين انسب واحد؟ مين ما بيعرفش يجامل وما عندوش خيار وفقوس؟ اجيب مدير فني الاتحاد كابتن حسن شحاته وانا مغمض للناشئين. هو يختار مدير فني الاتحاد. مدير فني هو اللي يختار على مستوى المنتخبات ومستوى الاعمار يختار مين. هو اللي يروح راجل بيروح وبينزل وبيجيب زي ما جاب جده، يقدر يجيب مدرب صغير عنده شغل، مش لازم اكون اسم. اوروبا دكتور عمرو النجم هو اللي بيمسك الصغر البرعم الصغير ده عشان يشتغل معاه. احنا عندنا هنا ما صعبه، موضوع صعب في الشغل. انت ما تيجي حضرتك تتكلم عن لعيبه، لو واحد طلع لعيب واحد طول السنه يقول لك انا طلعته لمده 10 سنين. طيب انا عايز من حضراتكم تختاروا لي مين هيكمل في المنتخب من اللعيبه، من الذي يستحق ان يعني يرتدي دكتور عمرو قصر المسافه وخلينا احنا المديرين الفنيين بتاع المنتخب قميص المنتخب الوطني، من يستحق انه ينال هذا الشرف في الفتره اللي جايه؟ انا بالنسبه لي مين اللي اتقال له شكرا يعني انت؟ لا انا بقول له بالنسبه لي اللي بيأدوا، اقول لمحمد عبد المنعم اللي جاي ليك، اقول لياسر ابراهيم برافو، اقول لفتوح قايل، اقول لامام عاشور الشخصيه اللي لفتت نظر الناس كلها انه لعيب جوكر يقدر يجيد في الملعب في اي مكان، اقول السليه لسه انت عايز تعمل 3 نص ملعب تاني زي حسني وشوقي وزي احمد حسن. انت دلوقتي بتتكلم في عمرو السليه وبتتكلم في حمدي فتحي ودونجا والنني. لازم يبقى عندي لاعب واثنين وثلاثه، والثلاثه مستوى واحد، والاختيار داخل الملعب للمدير الفني هو اللي يختار مين الاجود. انت دلوقتي عندك الشناوي وعندك ابو جبل وعندك صبحي وعندك محمود جاد. هنتكلم بالارقام، اللي اشطر واحد في مصر بيتكلم فيها الاستاذ خالد في الشناوي وابو جبل السنه بعد ال 30. يعني هنقول بعد فتره هتقول لهم لا شكرا. لا ليه؟ مع عصام وصل لغايه سن معين وكان هو اللي موجود اكثر من 40 بالظبط كده. في الوقت ده انت بتخلي القدوه اللي موجوده في الملعب دي تخلي روح المنافسه ما بين الشناوي وما بين ابو جبل، وعندك اتنين صغيرين تستفيد منهم محمد صبحي وجاد، دور على التالت. ما تعملش بقى السينما الموسيقي وانت محتار اجيب بسام ولا اجيب فلان ولا اجيب الهاني سليمان، انت محتار. طيب هتفكر في الباك رايت، عندك عمر واكرم، عمر جابر، عمر كمان، عمر كمان. طيب مع انه مش مكانه يعني مصر ما فيهاش باك رايت، اتفرج بقى ممكن تجيبه من الدوري الدرجه الثانيه اللي اقوى من الدوري الممتاز. زي ما رحت جبت مروان داود نادي الشمس قبل انبي كان موجود درجة ثالثة، وانا كنت كاتب في تقرير للانتاج الحربي انه يجي عشان هو كان بيلعب السن اللي قدامي ومولي 97. انت بتفكر لازم يبقى كل الناس ملتفة حوالين الملف ده بدون محسوبيات، بدون مجاملات. بدون مجاملات. هات انت دلوقتي بتتكلم للصالح العام ولا للصالح الخاص؟ صالح الخاص اهلي وزمالك وانبي وبيراميدز، للصالح العام مصر. طيب عشان الوقت لا انا مش شايف ان في لعيبه يعني مقصره او ممكن تمشي. زي ما قلت لك في الاول هو ده اخرهم او دي امكانياتهم، ده الجيل الحالي، ونقدر نقول برضو ان دول افضل المتاحين. يعني ما نقدرش نقول ان كيروش مثلا كان فيه، نقدر في يعني 2-3 فقط. اعتقد مجدي قفشه لازم يكون له دور في المنتخب الفتره الجايه، محمد شريف لازم يكون له دور في المنتخب. الاثنين دول اعتقد اتظلموا بشكل كبير جدا مع كارلوس كيروش، كان لازم يكون لهم دور اكتر من كده، ولو كانوا موجودين كانوا هيفرقوا بشكل كبير. فنقدر نقول عنصرين دول يدخلوا، بقيه العناصر يعني مش شايف حد اللي هو سنه كبير قوي عشان نقول ان هو يعتزل. او بعد طبعا عبد الله السعيد خلاص هو
اوريدي اعلن اعتزاله، فبقيه اللعيبه متاحين، محتاجين بس يطوروا من مستواهم شويه، محتاجين مدرب يشتغل عليهم، محتاجين روح اكتر، لكن ما فيش حد انا شايفه ان هو يعني مقصر او نقدر نقول لازم يتم استبعاده. قبل ما اختم بس انا لفت نظري بوست لحضرتك من الايام اللي فاتت. شوف بصراحه لا ما مرتب الكلام تمام، واعتذار لشوبير وشيكابالا وجماهير الاهلي والزمالك، واطلب ان تسامحوني، وكلام يعني بوست كبير جدا. انت يعني اولا احييك على شجاعتك، ربنا يخليك، ربنا يخليك. وطبعا دي صفه رائعه في اي انسان انه يعترف باخطائه، بس ايه اللي جالك في ذهنك كده انك انت تعمل ده؟ لا والله كنت مريض بوعكه صحيه كده شويه، كنت تعبان شويه، وطبعا الواحد يعني في الحاجات دي لازم بيراجع نفسه، بيقرب من ربنا بس شويه. بس انت دلوقتي بسم الله الحمد لله، الحمد لله زي الفل الحمد لله. طب هتسحب البوست؟ لا لا طبعا خلاص بقى، الواحد يعني لازم يلتزم يعني ان شاء الله، ويعني بالعكس ده ربنا شفاف عفاف، ده سر ان انا كتبته يعني عشان يبقى دليل عليا، يعني زي ما تقول كده واحد ممكن لو انا مريض ممكن اتوب لربنا لو بيني وبين نفسي اقول مش هعمل كده تاني، وبعد كده ما تخف ترجع لنفس الاخطاء، لكن انا كتبته عشان يكون اثبات عليا. يمكن زي ما انا يعني الملخص بتاعه زي ما انا كاتب، للاسف احنا برده العهد الحالي كلنا بنقع في اخطاء، ومعظمها انها بيبحث عن الترند، يعني كله بيبحث عن الترند والشهره، وازاي اكتب حاجه على الفيسبوك او على تويتر تلاقي اعجاب الجمهور ويحصل شير وريتويت ليها والموضوع ينتشر بشكل كبير جدا. فانا يمكن اعترفت ان انا انجرفت في الحته دي شويه، وكان في هجوم شويه على بعض الشخصيات زي شيكابالا مثلا في الزمالك، زي كابتن احمد شوبير، زي مصطفى شوبير، وبالتالي الامور دي انا يمكن افورت فيها شويه بلغه الكوره يعني، لكن خلاص يعني الواحد يعني بقول لك الوعكه الصحيه دي الواحد ابتدى يراجع نفسه شويه، وخلاص بعد كده هيبقى في التزام باذن الله، ونكتب كل حاجه في مكانها الصح يعني. جميل جدا، بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ خالد طلعت النقد الرياضي، شكرا جزيلا الكابتن عمرو الحديدي نجم المنتخب والاهلي السابق، شكرا جزيلا كابتن عمرو. شكرا يا دكتور، وكل سنه وحضراتكم بالف خير. بهذه المناسبه دي اخر حلقه يعني في البرنامج قبل شهر رمضان، لكن احنا في شهر رمضان مواصلين مع حضراتكم 3 ايام في الاسبوع، هنقدم لكم تجربه مختلفه. يمكن احنا السنين اللي فاتت قدمنا تجربتين رائعتين مع زمايلي في فريق الاعداد.